خاص بموازنة البصرة. للأمانة جنابك زرت بعض الأقضية والنواحي محتاجة لكثير الخدمات، اليوم شنو موقفكم كمجلس محافظ؟ حقيقة اليوم تفاجأنا بالجداول اللي نزلت لموازنة 2024، وكان من المقرر حصة البصرة 2 تريليون و900 مليار، تفاجأنا أن تكون اليوم حصة البصرة 850 مليار. يعني هذا مبلغ حقيقة لا يفي بالديون لبعض الشركات والمقاولين اللي عملوا بالبصرة اللي هي تقريبا توصل إلى 800 مليار. فإحنا بالنسبة لنا كمجلس محافظة البصرة حقيقة إن موقف، وطلبنا أن تكون بالجلسة القادمة اللي هي إن شاء الله يوم السبت أن يناقش هذا الموضوع بصورة كاملة ونخرج بقرارات حقيقة نعترض على هذه الموازنة وعلى هذا المبلغ القليل. وأيضا عندنا إن شاء الله عن قريب اجتماع في اللجنة التنسيقية العليا مع سيد دولة رئيس الوزراء، وإن شاء الله نطرح هذا الموضوع بصورة كبيرة ونعترض على هذه المبالغ التي أقل من استحقاق البصرة. اليوم إحنا البصرة يعني كنا نتأمل المبلغ يكون أكثر، لأن باعتبار إحنا إن مبالغ كثيرة نطلبها من موازنة 23، فبدل ما نعوض بالمبالغ اللي تطلبها البصرة اليوم نشوف يستقطع مبلغ كبير من البصرة. وهذا المبلغ حقيقة كنا نعول عليه أن نقوم بإنشاء مشاريع كثيرة، وخصوصا أهلنا في كثير من الأقضية والنواحي تنقصهم الخدمات وتنقصهم البنى التحتية وتنقصهم يعني أبسط مقومات اللي يستحقها المواطن البصري. فلذلك احنا بالنسبة لنا كمجلس محافظة البصرة نرفض هذا المبلغ رفضا كاملا، وإن شاء الله أنه موقف، خصوصا إن شاء الله في جلسة يوم السبت.